أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 3 which is entitled Milliards أو Billions. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعضينا سلسلة الدروس اللي بتتكلم عن الـ Large Numbers اللي كنا بدأناها بالـ 100,000 وبعد كده اتكلمنا عن الـ Millions ودلوقتي هنتكلم عن الـ Milliards. من الدرس اللي فات احنا وصلنا بالديجيتس بتاعتنا لنمبر متكون من 9 ديجيتس لان احنا كان الليسون اللي فات كنا بنتكلم عن المليونز فكان اكبر رقم ممكن اوصل له اللي هو النمبر ده اللي هو 999,999,999 وقلنا ان انا عشان اجيب النمبر اللي بعد اي نمبر لازم أأد 1 يعني نزود إيه؟ نزود 1 لما أجي أزود 1 على أي نمبر يديني النمبر اللي بعده طيب تعالوا نزود 1 هنا لما نيجي نزود كده 1 على النمبر ده يحصل إيه؟ ونعمل بلس 9 بلس 1 is 10 هنحط 0 وهنكاري أب مين؟ هنكاري أب 1 1 بلس 9 is 10 هنحط 0 وهنكاري أب 1 وهنمشي لحد الآخر هنلاقي هنا 1 1 بلس 9 is 10 وما عندكش هنا غير ايه؟ غير بليس واحد. نعمل ايه؟ احنا اتفقنا ما ينفعش ال 10 ابدا نحطها في بليس واحد. لازم تتحط في 2 بليسز. يبقى هنحط الزيرو هنا. طب وال 1 اعمل ايه؟ ال 1 نزود بليس جديد على الايه؟ على الليفت. يبقى البليس الجديد اللي انا هضيفه ده هنحط فيه الايه؟ هنحط فيه ال 1. يبقى بعد النمبر ده مين النمبر اللي بعده؟ اللي بعده النمبر ايه؟ النمبر ده. طب ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه 1 مليارد او 1 بليون. المليارد او البليون الاثنين ار ذا سيم. اللي هو ال 1000 مليونز. وبيبقى النمبر ده السمولست 10 ديجيت ايه؟ نمبر. لما نيجي نشوف ال 1 مليارد بالنسبه للبيريودز بنمثلها ازاي؟ احنا اتفقنا بردك من الليسونز اللي قبل كده في جريد 3 ان كل نمبر متكون من بليس فاليوز وكل 3 بليسز جنب بعض بنسميهم ايه؟ بيريود او الفتره. يعني دي البيريود بتاعت اليونتس، دي البيريود بتاعت الثاوزندز، دي البيريود بتاعت المليونز، والدرس ده ان شاء الله هيبقى عندنا بيريود جديده اللي هي البيريود بتاعت الايه؟ المليارد. زي ما احنا شايفين هنا كده ادي ال 3 بليسز بتوع اليونتس وال 3 بليسز بتوع الثاوزند 3 بليسز بتوع المليونز ودول ال 3 بليسز بتوع الايه؟ المليارد اللي هو بتاع الدرس بتاعنا النهارده. دي بنسميها بيريود ودي بنسميها بيريود ودي بنسميها بيريود ودي بنسميها ايه؟ بيريود او دوره او فتره للايه؟ للنمبرز بتاعتي. طيب تعال نشوف زي كل ليسون في عندي حاجه اسمها الستاندرد فورم وفي الاكسباندد فورم وفي الوورد فورم. الستاندرد فورم احنا بنكتب ازاي النمبر؟ النمبر بيتكتب كل 3 بليسز نحطهم جنب بعضيهم كده ونسيب مسافه بسيطه عشان عينك تقدر تميز ما بين الايه؟ البليسز دي والبليسز دي. لما هتكبر ان شاء الله هتلاقي النمبرز كلها جنب بعضها بس انت خلاص هتكون اتعودت على ايه؟ على شكلهم. لما بنيجي نقرا النمبر بتاعنا بنقراه من الليفت، نيجي نشوف الجروب اللي على الليفت، مين الجروب ده؟ ده الجروب بتاع المليارد. يبقى نقول 367 مليار. مين الجروب اللي بعده؟ الجروب بتاع المليونز. يبقى نقول ايه؟ 892 مليون. طيب مين الجروب ده؟ ده الجروب بتاع الثاوزندز. يبقى نقول 153,000. واخر جروب اللي هو بتاع اليونتس هنقول 428. طيب عايزين نعرف ازاي نكتب النمبر ده في الاكسباندد فورم. الاكسباندد فورم باخد كل بليس وبكتب الفاليو بتاعته. يعني نيجي هنا ال 3 دي موجوده فين؟ ال 3 دي موجوده في ال 100 مليار. ال 6 دي موجوده فين؟ موجوده في البليس اللي اسمه 10 مليار. وبالتالي الفاليو بتاعتها 60 مليار. بجيبها ازاي الفاليو؟ اكتب ال 6 وبعد كده كل اللي على الرايت احطه ايه؟ احطه زيروز. طب ال 7 موجودة فين؟ في اليونتس بتاعت المليارز. يبقى الفاليو بتاعتها 7 مليارز اللي هي ايه؟ اللي هي دي. هو كاتب لك اهو باليلو
الايه البريود دي الفاليوز بتاعت كل نمبر ايه عباره عن ايه. طيب بعد كده في ايه؟ في البريود دي اللي هي الفتره بتاعت المليونز او البريود بتاعت المليونز. نعمل ايه؟ ال8 دي عباره عن ايه؟ الفاليو بتاعتها كام؟ الفاليو بتاعتها 800 مليون. طب ال9 90 مليون. ال2 2 مليون. طيب وبعد كده لحد ايه؟ لحد ما نخلص الاكسباندد فورم. طيب الوورد فورم دي ازاي انت بتقرا النمبر 367 مليارد 892 مليون 153,528. زي ما تعودنا في كل ليسون لازم نعرف الكوارتر من البريد اللي انا بتكلم عنها ايكوال كام، لازم اعرف الوان هاف ايكوال كام، لازم اعرف الثري كوارترز او الثري فورسز ايكوال كام. الكوارتر اوف المليارد بي ايكوال 250 مليونز. طيب والوان هاف ايكوال 500 مليونز والثري فورسز اوف المليارد ايكوال 750 مليونز. طيب هنيجي مع بعضينا كده نشوف ملخص للايه للثري ليسونز اللي احنا خدناهم اللي هو اللارج نمبرز. اول حاجه هنراجع مع بعضينا ازاي نقرا اللارج نمبرز. لما بنيجي نقرا اللارج نمبرز لازم اقسمهم جروبز، كل جروب 3 نمبرز كده، هنا 3 ديجيتس 3 ديجيتس 3 ديجيتس اند سو اون. طيب بعد ما اقسمهم ثلاثات اجي اشوف الجروب اللي على الليفت. احنا بنقرا من البريود او الجروب اللي على الليفت. لما نيجي نبص هنا نلاقي مين الجروب اللي على الليفت؟ اهو ال 56. يبقى ابدا ايه؟ ابدا منها. طيب البريود اللي هي الاولانيه دي، دي بتاعت ايه؟ اللي هي البريود دي، دي بتاعت اليونتس. طب ودي الثاوزند، ودي المليونز، ودي المليارز. كل نمبر موجود في بيريود نقراه ونضيف جنبيه اسم الايه؟ اسم البيريود او اسم الفتره بتاعته. يعني ده هنقول عليه ايه؟ 56 مليارد، وبعدين 208 مليونز، 196,318. دي طبعا ايه ما بنقولش بعديها حاجه. وما ننساش ان كل بيريود عندي لازم تلاقي فيها اليونتس والتنس والهندردز. يعني البيريود دي فيها ايه؟ فيها يونتس وتنس وهندردز، والبيريود دي فيها ايه؟ فيها يونتس وتنس وايه وهندردز، والبيريود دي فيها ايه؟ برضو في يونتس عندي وفي تنس وفي ايه وفي هندردز. تعالوا مع بعضينا نحل اكسرسايز 3. اول حاجه بيقول لي write the value of the underlined digit according to its place in the number. دربنا على الاكسرسايزز دي في التو ليسونز اللي فاتوا. هو عايز مين؟ عايز الفاليو. يبقى اما اجي اكتب هكتب نمبرز مش هكتب ووردز. لو قال لي write the place value هي دي اللي كنا بنكتب فيها ايه؟ units tens thousands and so on. طيب فين الديجيت اللي حاطط تحتيه خط الايه الفور؟ طب الفور دي موجوده فين؟ انا عايز اجيب لها الفاليو. نعمل ايه؟ نكتبها ونكتب كل اللي جنبيها ايه زيروز. في عندي كام ديجيت جنبيها؟ 1 2 3 4 5. يبقى نحط جنبيها 5 زيروز 1 2 3 4 اند ايه اند 5. طيب هي موجوده فين؟ موجوده في البريود الايه الثانيه. البريود دي اللي اسمها ايه؟ اسمها 1000. طيب الديجيت ده البليس فاليو بتاعه ايه؟ ده اللي هو ال 100,000. يبقى الفور الفاليو بتاعتها 400,000. نيجي هنا ال 1 دي البريود بتاعت المليونز، دي اول حاجه فيها اللي هي اليونتس. يبقى ال 1 ده الفاليو بتاعته كام؟ 1 مليون. طب اجيبها ازاي؟ اكتب ال 1 ونحط كل الديجيتس اللي على الرايت دي بزيروز. يبقى 1 2 3 4 5 6 عشان عندي 6 بليسز. طيب هنا ال 9 نعمل ايه؟ نحط ال 9 ونحط جنبيها ادي 3 و 3 و 3 يبقى 9 زيروز. طب نيجي هنا ال 5 نكتب ال 5 ونحط جنبيها كله زيروز. عندي كام ديجيت؟ عندي 10 ديجيتس. يبقى الفاليو بتاعتها 50 مليارد.
طيب نيجي هنا ال 5 دي موجوده فين؟ دي البريود بتاعت مين؟ بتاعت المليونز. موجوده في اني بليس؟ البليس اللي اسمه 100 مليونز. يبقى الفاليو بتاعتها 500 مليون. ادي 500 ونحط 6 زيروز عشان تبقى 500 مليونز. طب هنا ال 2 ديت دي موجوده فين؟ موجوده في البريود بتاعت ايه؟ المليارز. يبقى نكتب 2 ونحط جنبيها كلها ايه؟ زيروز. يبقى الفاليو بتاعتها 200 مليارز. طبعا رقم كبير جدا اللي هو 200 مليارز ده. طب نيجي بعد كده اكسرسايز 2 بيقول لي كومبليت. بيقول لي ايه؟ ذا بليز فاليو اوف ذا ديجيت 7. بيقول لك ذا بليز فاليو. يبقى معنى كده انا هكتب ووردز ان ذا نمبر ده. ال 7 فين؟ ال 7 اهي. طيب عشان اكتب البليز فاليو تعال نشوف البريودز بتاعتي او الجروبز بتاعتي. دي الجروب بتاعت اليونت، دي الجروب بتاعت الساوزند، دي الجروب بتاعت المليونز، دي الجروب بتاعت ايه؟ بتاعت المليارز. يبقى البليز فاليو از ايه؟ از مليارز. لان هي جايه في اليونتس بتاعت المليارز. طيب نيجي هنا بيقول لي عايز البليز فاليو اوف الديجيت زيرو. فين الزيرو؟ الزيرو اهو. موجود في اني بيريود او اني جروب؟ موجود في الجروب الثاني او البيريود الثانيه اللي هي بتاعت الساوزندز. طب انا عندي اليونتس هي بتاعت الساوزندز، عندي التنس، عندي الهندردز. يبقى البليز فاليو از ايه؟ از 100 1000. طيب نيجي هنا البليز فاليو بتاعت ال 2، ال 2 اهي موجوده في البيريود بتاعت المليونز. طب هي في انهي ديجيت؟ اول ديجيت عندي في الجروب. يبقى على طول باسم البيريود. يبقى اسمها ايه؟ اسمها البليز فاليو از مليونز. طيب نيجي هنا البليز فاليو للديجيت 8، ادي ال 8 اهي موجودة في الجروب بتاع الايه؟ بتاع المليونز. طب هي 100 مليونز. اكسرسايز 3 بيقول لي read the following numbers and complete as in the example. الاكزامبل تعال نقرا، بيقول لي read وfollowing. هنا 9,532,104,237. طيب المفروض كل واحده من دول نقراهم ونكتبهم فين؟ ونكتبهم في الاكسباندد فورم دي. طيب دي هنا ايه؟ 7 مليارد، نحط 7 هنا. 101 مليون، يبقى هنا 101. 264,000. 372. نيجي هنا 8 مليارد. 719 مليون. 645,000 and 302. طيب نيجي هنا البريو دي بتاعت الايه؟ بتاعت المليارز. يبقى 2 مليارد. هنا المليون 100 مليون. دي البريود بتاعت الساوزندز. يبقى 931,000. ما اكتبش حاجه تاني عشان ما فيش حاجه في الايه؟ في البريود بتاعت اليونتس. طب نيجي هنا دي المليارد، يبقى 6 مليارد. 539 مليون. 6,000 and 478.75. طب هنا 2 مليارد. هل عندي حاجه في البريود بتاعت المليونز؟ مفيش، كلهم زيروز. طب الثاوزندز فيهم كام؟ 120. والبريود بتاعت اليونتس فيها كام؟ فيها 888. يبقى احنا بنكتب وبنقرا في نفس الوقت. هنا 2 ايه؟ 2 مليارد. هنا البريود بتاعت المليونز موجود فيها ايه؟ موجود فيها 163 مليون 900,000. واخر بريود اللي هي فيها ايه؟ فيها 800. اللي بعد كده 32 مليارد. البريود بتاعت المليونز ما فيش فيها حاجه والثاوزند ما فيش فيها حاجه. هنا في ايه؟ في 7 بس. يبقى اند ايه؟ اند 7. نيجي نشوف اكسرسايز 4 بيقول لي complete the following table. هنا
النمبر هنكتبه في الستاندرد فورم وهنا في الورد فورم. هنا في حاجات ميسنج في الورد في الستاندرد فورم، في الورد فورم حاجات ميسنج. طيب نقرا الورد فورم ونكتب الايه الستاندرد فورم. اول حاجه بيقول لي ايه 4 مليارد، يبقى هنا اكتب 4. وبعد كده بيقول لي ايه 147 مليون، يعني في البيريود دي هنكتب 147. طيب اللي بعد كده نكتب ايه 200,000، يبقى 200,000. واخر حاجه 465، يبقى 465. اللي بعديها 7 مليارد، يبقى هنا نكتب 7. 481,000، خد بالك هنا 1000 ما جابليش ايه، مفيش مليون عندي، يبقى البيريود بتاعت المليون او الجروب او الديجيتس بتاعت المليونز نحط فيها كلها زيروز، يبقى نحط 3 ايه 3 زيروز. هنا 481,000, 550, 550. هنا 1 مليارد، يبقى 1 مليارد اهو ادي ال 1. 809 مليون، يبقى المليون موجود فيها ايه 809، يبقى 809. طيب and 600,000, 600,000. في حاجه في اليونتس؟ لا، يبقى نحط فيها ايه زيروز. طيب نيجي بعد كده مديني ستاندرد فورم، نكتب مع بعضينا بقى. انت شايف هنا ايه 3 مليارد، يبقى نكتب 3 مليارد، كوم. بعد كده نكتب البريود اللي بعديها اللي هي البريود بتاعت ايه بتاعت المليونز. طب فيها ايه؟ فيها 354، يبقى 354 ايه بقى مليونز. طب بعد كده في ايه البريود دي بتاعت الساوزند، فيها ايه 604، يبقى 600 4 4 8000. اخر حاجه بتاعت اليونتس فيها مين؟ فيها 100 and 59. نيجي اللي بعديها، هنا عندي 8 مليارد، يبقى 8. طيب وبعد كده في عندي البريود بتاعت المليونز، فيها ايه 357. ايه بقى؟ لازم اكتب المليون، يعني ما تجيش تقول 357 وتسكت، لازم اكتب بعد كده اسم الايه اسم البري، بعد كده نحط كوما. هنا 950، ها البري اسمها ايه؟ اسمها 1000، نحط كوما. في بعد كده مين؟ في عندي 501، اللي بعد كده هل في عندي مليارز؟ مفيش. طب مين دول؟ دي البريود بتاعت المليونز، يبقى نكتب النمبر ده وبعد كده اكتب ايه كلمه مليونز. يبقى دي عندي 517 مليون، تمام حطكم. في عندي هنا ايه 252، طيب 252 ايه 1000. بعد كده نكتب اليونتس، يبقى 901. نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده، بيقول لي join the cards that expresses the same number. هنا 3 مليون 2500 اهي،
3 مليون 2500، يبقى دي كده مع دي 3 مليارد 200,500 اهي 3 مليارد 200,500 دي مع دي. طيب هنا 3 مليون 200,500 اللي هي دي. طب دي هنا 3 مليون وهنا عندي 2000 اند ايه اند 500 اللي هي مين اللي هي دي. وممكن دي توصلها برضك مع مين مع دي كمان. اكسرسايز 6 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر بتوين براكتس. هنا 6 مليارد 47 مليون اند 257. نيجي نشوف مين هنا اللي فيه 6 مليارد. هنا مفيش مليارد خالص. هنا هنا في 6 مليارد اهم، وهنا في 47 مليون، برافو مظبوط، وهنا في 257. يبقى هي ايه؟ يبقى هي دي بالفعل. طب نيجي نشوف دي، هنا دي 600 6 مليارد، هنا 47 مليون، لكن هنا في 257,000. هو هنا مش قايل لي 1000 عشان كده ما اخترتش ايه؟ ما اخترتش دي. نيجي اللي بعد كده 3000 مليونز. يعني ايه 3؟ طب قال لك مليونز، يعني دي اكنها 3000 جروبز اوف مليونز. لما يقول لي كده الجروب بعمل تايمز اسم الجروب، يعني تايمز 1 ايه 1 مليونز، يبقى دي اكنها 3 حط 3 زيروز وجنبيها الايه ال 6 زيروز بتاعت المليونز، يبقى اصبحت ايه؟ اصبحت 3 مليارد. فين 3 مليارد اللي هي ايه؟ اللي هي دي. اللي بعد كده 1 مليارد is the smallest number formed from، صح برافو، 10 digits. ال greatest 10 digit number formed from different digits is ايه؟ يبقى هنشوف 10 digits وناخد ال numbers بالترتيب وانت نازل من اول ال 9. لازم يكون 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0. هو ده. طب لو كان قال لي greatest 10 digits of second يبقى احطهم كلهم ايه؟ احطهم كلهم 9. هنا بيقول لي put less than or greater than or equal. هنيجي نعمل عملية compare، عملية مقارنة. لما بيجي نقارن بنقارن من الليفت، من الديجيت اللي موجود على الشمال، ونشوف الديجيت والديجيت اللي قدام. الديجيت اللي هيكون كبير في المكان بتاعه هيبقى هو هيخلي النمبر بتاعه ايه؟ هو الكبير. طب نيجي نشوف دول النمبر ده كام ديجيتس. عندي 10 ديجيتس وده كمان هنا ايه 10 ديجيتس، يبقى نبتدي نبص ديجيت قدام ديجيت. لكن لو لقيت الديجيتس بتاعت النمبر ده اكبر من الديجيتس بتاعت النمبر الثاني على طول بقول ان هو ايه الكبير على طول. نيجي نبص هم كلهم متشابهين لحد هنا. نيجي هنا نلاقي 1 وهنا نلاقي ايه 0. مين الاكبر؟ ال1 اكبر من الزيرو، يبقى على طول النمبر ده كله از جريتر ذان النمبر ده. نيجي نشوف هنا 9 ديجيتس 10 ديجيتس وده 10 ديجيتس. ال1 قدام ال1 وال3 قدامها 3 وال0 قدامها 0، لسه كده انا ما عرفتش مين الكبير. وال7 قدامها 7 لسه برضك ما عرفتش مين الكبير. نيجي نبص نلاقي هنا في ايه؟ في 4. طب وهنا في ايه؟ في 5. مين الاكبر؟ ال5 اكبر، يبقى على طول النمبر ده از جريتر ذان النمبر ده. هنا 10 ديجيتس هنا 9 ديجيتس، من غير ما تفكر طالما في ديجيتس اكتر من الديجيتس الثانيه يبقى ده على طول ايه الجريتر. هنا 7 مليارد هنا 8 مليارد، يبقى على طول ال8 مليارد اكبر من ال7 مليارد. هنا 1 مليارد وايه والنمبر ده؟ النمبر ده احنا عرفنا اللي بعديه على طول مين؟ المليارد، يبقى المليارد الايه؟ الاكبر. 3 مليارز ولا 300 مليونز؟ كلمه 3 مليارز يعني 3 جروبز اوف مليارد اللي هي كام؟ اللي هي 3 وجنبيها 9 زيروز. هنا 300 مليونز اللي هي ايه؟ 300 جروبز اوف مليون اللي هي 300 وجنبيها 6 ايه؟ 6 زيروز. يبقى مين الاكبر؟ طبعا ال 3 مليارز هي الايه؟ هي الجريتر. طيب اللي بعديها ودي مهمه 7000 جروبز اوف مليونز اللي هي ايه؟ اللي هي 7000. طالما قال لك جروبز اوف مليونز نحط 6 زيروز على طول. طيب مش ديت هي ال 7 مليارز؟ بالفعل دي هي ال 7 مليارز،
يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين ايكوال. نيجي هنا 25 مليارد، هل هنا في مليارد؟ مفيش، ده هنا اكبر حاجه ايه؟ المليونز، يبقى على طول دي الايه؟ دي الجريتر. طب نيجي نشوف هنا 9 مليارد، طب هنا 9000، اكمل؟ مش لازم بقى اكمل، ما انا شفت واحده هنا اكبر، دي لوحدها اكبر من ده كله، يبقى ده على طول ايه؟ الجريتر. هنا 97 مليون 301، ادي 97 مليون، مفيش 1000 يبقى نحط 3 زيروز، 301 يبقى 301. نيجي نبص الناحيه الثانيه الاقي هنا 90 مليونز وجنبيها 7 مليون، يبقى الاثنين دول على بعض 97 ايه؟ مليون. طب في عندي هنا ايه؟ 3001، لكن هنا 301، يبقى واضح ان ده الايه؟ ده الجريتر. اكسرسايز 8 بيقول لي ارينج ذا فولوينج نمبرز ان ان اسندنج اوردر. اسندنج يعني من السمولست للجريتست، من الصغير للكبير. طيب احنا عايزين من الصغير للكبير، يبقى طالما هبدا بالصغير يبقى نشوف مين النمبر اللي الديجيتس بتاعته صغيره، اللي النمبر اوف ديجيتس بتاعته صغيره. ده عندي هنا كام ديجيت؟ انا عندي هنا 10 ديجيتس وهنا 9 ديجيتس، يبقى ده للزندة. وعندي هنا عندي 11 ديجيتس وعندي هنا 10 ديجيتس، يبقى اصغر حاجه عندي اللي موجود فيه مين؟ ال 9 ديجيتس. يبقى هنا 100 مليون 209,891. طيب مين بعد كده الديجيتس اللي قد بعض؟ عندي ده 10 ديجيتس وده 10 ديجيتس، اعمل ما بينهم مقارنه نشوف مين فيهم اصغر من الثاني، عشان انا بعمل ترتيب من الصغير للكبير. طيب انا عندي هنا في 1 وعندي هنا في 3، ده 3 مليارد وده 1 مليارد، يبقى مين الصغير؟ الصغير اللي هو ده، يبقى نكتب ده بعد كده. مين بعد كده؟ النمبر ده. مين بعد كده؟ ال 17 مليارد، ده اكبر حاجه نكتبه في الاخر. نيجي اللي بعد كده، نيجي نشوف مع بعضينا النمبر اوف ديجيتس. عندي هنا 10 ديجيتس، عندي 10 ديجيتس، عندي 10 ديجيتس، عندي 10 ديجيتس، يبقى انا هقارن ما بينهم بقى. نيجي نشوف مين فيهم اصغر نمبر. تعال نشوف بقى، هنا عندي 4 و4 و4 و4، يبقى كلهم متساويين في البليس بتاع المليارد، نفس الفاليو. طب نيجي نشوف هنا، في عندي هنا 2 و2، وعندي هنا 2، وعندي هنا برضو ايه؟ 2، لسه كلهم متساويين، مش عارف انا اشوف مين الصغير. نيجي نشوف البليس اللي بعد كده، عندي 1 1، زي بعض، عندي هنا 2، يبقى انا عرفت ان الاثنين دول للزنده. وعندي هنا ايه؟ وعندي هنا 0، يبقى ده اصغر واحد فيهم. وانا لقيت ده اكبر من الاثنين التانيين، يبقى احطه في الاخر. تعالوا نشوف الاثنين دول مين فيهم الاصغر. ده هنا 1 قدامه 1 وهنا 3 قدامها 3، هنا نلاقي 5 ونلاقي هنا ايه؟ 4، يبقى ده كله للزن مين؟ للزن ده، يبقى نكتب ده الاول، يبقى نكتب ده الاول. نيجي نشوف اللي بعد كده، 5 مليارد 5 مليارد 5 مليارد 5 مليارد. طيب هنا 3 وعندي هنا 8، يبقى ده للزن ده، وعندي هنا 3 وعندي هنا 3، يبقى اعمل مقارنه ما بين ده وده وده. ده خلاص عرفت ان هو اكبر واحد، ممكن نكتبه في الاخر هنا. نيجي نشوف بقى دول، انا خلاص خدت ده مش هبص على ده تاني. هنا 3 قدامها 3 قدامها 3، انا عندي هنا 8 وعندي هنا وعندي هنا 8 وعندي هنا 8. طيب عندي هنا 1 وعندي هنا 1 وعندي هنا ايه؟ وعندي هنا 0، يبقى واضح ان ده ايه؟ ده اصغر من الاثنين دول، يبقى نكتب ده الاول. ونيجي بقى بص على الاثنين دول، هنا 5 5 2 مع 2، عندي هنا 1 وعندي هنا 0،
يعني مين اللي سمولر؟ يبقى هو ده اللي سمولر زن ايه؟ زن ده. اكسرسايز 9 بيقول لي arrange the following numbers in a descending order. descending يعني من الكبير للصغير، من الجريتست للسمولست، يعني الكبير وانت نازل. وبنعرفها كلمة دي، الليتر دي جاي من كلمة داون، يعني من فوق لتحت. طيب مين الكبير هنا؟ عندي 10 digits 10 digits 10 digits 10 digits. هنا عندي 8 8 9 8، يبقى 9 هو أكبر واحد، يبقى ده أكبر واحد. طيب هنا عندي 8 8 8، عندي هنا ال 6 وعندي هنا 1 وعندي هنا 6، يبقى ده صغير عن الاثنين دول، ممكن اكتبه في الاخر. مين بقى عندي الاثنين التانيين اللي متبقيين؟ عندي ده وعندي ده. مين فيهم الكبير؟ هنا عندي 616، عندي هنا 616، عندي هنا 4، عندي هنا 3، يبقى ده اكبر من ده. بعد كده نكتب اخر واحد اللي هو ده. طيب نيجي هنا، تبص بعينك كلهم 10 ديجيتس. مين اكبر ديجيت في الليفت؟ في عندي هنا 4، يبقى ده اكبر واحد. مين بعد كده؟ انا عندي هنا 3 3 3، عندي هنا 2، عندي هنا 0، عندي هنا 2، يبقى ده اصغر من الاثنين دول، ممكن يكتبوه في الاخر. نيجي نشوف بقى ده وده، هنا 247 248، يبقى 248 اكبر. وبعد كده نكتب هنا 3 مليارد 247 مليون 721. نيجي هنا، نيجي نبص نلاقي هنا عندي 11 ديجيتس و11 ديجيتس، هنا 14 وهنا 10، يبقى ال 14 اكبر، 14 مليار اكبر. هنا 10 خلاص، خدنا ده وخدنا ايه؟ وخدنا ده. عندي هنا 4 مليار و5 مليار، مين الجريتر؟ الجريتر طبعا ال 5 مليار، يبقى هنا 5 مليار 321 مليون 782 332، هنا 4 مليار اخر حاجه بقى 321 مليون 782 332. نيجي نشوف اكسرسايز 10، يقول لي which of the following numbers is closest to 1 مليار. طيب نيجي نبص هنا 1 مليار اند ايه؟ اند 90، يعني دي تبعد 90 عن ال 1 مليار. طب هنا النمبر ده لو كان كله ناينز يبقى اللي بعديه على طول مليارد. طب هو هنا هنا في ايه؟ هنا في زيرو، يبقى واضح ان ده اقل من المليارد ب 10. طب هنا هنا 1 مليارد اند 100 مليون، ده بعيد جدا، يبقى مين اقرب واحد؟ يبقى اقرب واحد هو ده. هنا ال 2 مليارد، هنا 2 مليارد اند 20، يعني الفرق ما بين النمبر ده والنمبر ده ايه؟ 20 بس. طب هنا 299 مليون، ده بعيد جدا، انا بقول لك 2 مليار. طب هنا 1 مليار 999 مليون 999,900، فاضل لها قد ايه عشان توصل لل 2 مليار؟ فاضل لها 100، يبقى دي بعيده عن ال 2 مليار بايه؟ ب 100. يبقى مين القريب؟ يبقى هو ده الايه؟ القريب. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 3. ليسون سهل، لازم تعرف فيه ازاي تقرا النمبر، لازم تعرف ازاي تكتبه كويس، وما ننساش الهوم ورك بتاعنا الورك شيت ايه نمبر 3، هتاخد الدرس وبعد كده تحل عليه الورك ايه الورك شيت بتاعه، وبالتوفيق ان شاء الله.